مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير شوربة بالخضار لرمضان. عنا أول شي صدر الدجاج قطعته بهيدا الشكل مع ورقة غار واثنين كبش قرنفل، جزر، كرافس، قرنبيط، بازيلا، ذرة شي بسيط، لوبيا رفيعة، بقدونس، ملعقة صغيرة صلصة البندورة، كوب صغير رز، ماجي، ملح، ملعقة طعم سمني. الماجي رح احط لكم رابط الماجي اللي انا بعمله اخر الفيديو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الدجاج اول شيء، كمان بحط فوق الماي، بسلقهم على الغاز. بس صار في زفرة على وجه الدجاج بهيدا الشكل هلأ منشيلها. كمان عم تبصلي بهيدا الشكل، البصلة بتعطي نكهة كتير طيبة. وبحط الجزر والكرافس. هلا بسلق هولي نص سلقة الجزرات وبرجع بحط باقي الخضرة. بعد حوالي 5 دقايق رح حط فوقن الرز. الخضرة الباقية عنا الماجي، الملح، الشراب، كمان السمنة. السمنة بتعطي نكهة كتير كتير طيبة للشوربة ولكل شي صراحة. بعد ما حطيت السمنة والخضرة هلأ بتركهم يغلو، بخفف الغاز درجة قبل، بتركهم يغلو لتستوي عنا الخضرة. هيدي الشوربة بس استوى الرز والخضرة صارت بهيدا الشكل، صارت جاهزة للتقديم. طف الغاز. هيدي الشوربة اللي عملتها أنا وياكم بالخضار والدجاج. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.